اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح نبص شويه على الجانب التحليلي ونتوقع شكل النادي الاهلي في الموسم الجديد مع كولر، بما انه مدرب جديد فليه استراتيجيه معينه في اللعب، اسلوب لعب معين، وكمان نتكلم على تجربه منتخبنا الوطني الاول امبارح. وفي الحقيقه احنا عندنا محللين كويسين جدا والله، ومواهب عظيمه قوي قوي بصراحه من خلال السوشيال ميديا، ودايما بنحب ان احنا نتواصل معاهم. النهارده هيكون معانا عبر سكايب حماده الشناوي، واحد من المحللين او محللي الاداء المميزين جدا اللي هنتكلم معاهم على كل هذه الامور اللي تطرقنا ليها. يا حماده مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل متابعي البرنامج الكرام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب خلينا نبتدي بايه؟ نبتدي بمنتخبنا الوطني الاول وتجربه فيتوريا امبارح. تقييمك للتجربه دي، وهل نقدر ان احنا نحاول نستنتج شكل المنتخب مع فيتوريا خلال التحديات المقبله ولا لا؟ والله من وجهه نظري هي كانت تجربه مناسبه للواقع بتاعك، يعني احنا ما ينفعش ان انت تروح لمنتخب اقوى منك او يساويك في القوه الفنيه والبدنيه، ما ينفعش ان انت تروح في اول تجربه. كانت تجربة النيجر هي مناسبة لشكل المنتخب ومناسبة للوضع الحالي بتاع المنتخب. تمام. كان لازم للنوعية دي من المنتخبات لأهم لأسباب كتير. أولا أنت معاك مدير فني جديد بأفكار جديدة، وكمان كان معاك بعض اللعيبة اللي لسه أول ماتش تلعب، فأنت محتاج تعمل توليفة أو محتاج اللعيبة تشرب منك فلسفتك، فمحتاج خصم بلغة الكرة كده يكون هادي في التعامل معاك. وبالفعل تجربة النيجر خلت المنتخب اظهر بعض الجمل اللي ظهرت امبارح في الماتش. امبارح الماتش رغم ان هو لاول ماتش وكمان 5 ايام بس تدريب تحت ايد الراجل، ولكن ظهرت بعض الحاجات، لان انت الكواليتي بالنسبه للنايجر هي فرق السماء والارض. فايه الجمل اللي كانت ظهرت؟ في كذا حاجه ظهرت امبارح. هو الراجل بيلعب ب 4 3 3 لها اللي هو الاربعه العاديين، باكين واثنين مدافعين وارتكاز واثنين ثمانية. لحد الارتكاز واثنين ثمانية هنا لازم نقف. هو تمام. الراجل عايز من الاثنين ثمانية بتوعه حاجات معينة، وده اللي كان ظاهر من ماتش امبارح. هو محتاج من زيزو ومحتاج من محمود حمادة اللعب الكتري او اللعب المباشر العمودي على طول. هو عايز اختراقات من العمق، يعني احنا شفنا امبارح محمود حمادة لعب اكتر من كورة لمصطفى محمد ومحمد صلاح من العمق، كمان شفنا الاسيست بتاع امام عاشور من العمق برضه. صح. وكمان شفنا كوره لزيزو اللي لعبها لصلاح واللي ما قدرش أيوة. يكونترول عليها. برضه كانت برضه من العمق. فانت هنا لازم لما تكون حاجه تتكرر اكتر من مره تعرف ان ده شغل المدرب، هو المدرب عايز كده من الراجل. توظيف زيزو كان كويس جدا في حته العمق، عشان هو عايز مركز 8 يكون بالبلدي كده هو صانع اللعب بتاعه، فهو بدل ما يكون عنده صانع لعب بمركز 10، لا هو عنده 2 صناع لعب في شكل مركز 8. كمان بيلعب بال 4 3 3 لهدف ثاني، فكره الكثافه، يعني هو كره ناحيه اليمين عند صلاح، يبقى عندك الباك رايت اللي هو عمر جابر، وكمان الثمانيه يسند عليهم، بحيث ان انت تقدر تعمل مثلث وهمي، تعمل مجموعات تمريرات تقدر تتخلص من الكثافه اللي هتتعمل على صلاح، ولو كانت عند مرموش هيبقى نفس القصه برضو بالكثافه، حتى كمان لو كانت الكوره من على الاطراف وعايز يعمل عرضيات، الاثنين ثمانيه بيكملوا جوه ال 18 عشان يخلق كثافه ويلاقي عدد كبير يتعامل مع العرضيه اللي بتتعمل. روي فيتوري مدرب كبير، مدرب كبير ومدرب صعد على منصه البطولات وعارف اين تؤكل الكتف، ومدرب لازم نكن له كل الاحترام. أكيد. ما نقدرش ان احنا نقول عليه انه قليل، هو مدرب كبير جدا، وكان في ميزه كبيره جدا ان الراجل نجم. اسم كبير نجم. مفيش حد يقدر يتكلم لا ده اقل، لا ده ما دربش، ده لاعب ما لعبش، لا الراجل ده صعد على منصه البطولات، لعب قدام اكبر الفرق. بيب جوارديولا كتب فيه شعر، يعني كتب فيه شعر كل العالم بيتكلم عنه، فهو مدرب نجم بصراحه. كانت تجربه ممتازه. طب شناوي، نقدر نقول ان البدايه مبشره تخلينا نتفائل بمستقبل المنتخب مع فيتوريا، ولا لسه شويه ما ينفعش نحكم من مباراه وديه كانت مش وديه قويه قوي بالنسبه للمنتخب؟ انا متفق مع الحته الاخيره اللي انت قلتها، ان مش من وديه هنقدر نحكم على المنتخب. حلو. واتمنى كمان من الاتحاد الكوره يمشي على نفس النسق اللي احنا ماشيين بيه، ان احنا نشوف منتخبات مستوى ضعيف، بحيث ان اللعيبه عارف انت في اللاواعي فهمت الراجل عايز ايه منها.
انما انت دلوقتي لو لعبت منتخب قوي منتخب كبير اللعيبه هتعطل لان مفيش فرصه ان هي تنفذ. بالظبط تفضل تصاعد في المستويات اللي انت بتقابلها لحد ما توصل لمرحله ان انت لا انا عايز اجرب قوه المنتخب ده في منتخب قدي في القوه مثلا. تمام، لازم تتعامل مع الموقف بتاعك بالشكل ده. بالشكل التدريجي المناسب يعني. وفي الحقيقه البدايه كانت بشكل تدريجي جيد جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول. طيب تعالى بقى نتكلم عن النادي الاهلي وكولر وصفقات الاهلي الجديده. اولا تتوقع ازاي شكل الاهلي من الجانب الفني بالتحديد مع كولر خلال بدايه الموسم؟ واكيد انت تابعت كولر خلال يعني فتراته المختلفه مع مختلف الانديه والمنتخبات، ايه ابرز مميزات كولر وايه ابرز اساليب لعبه من خلال متابعتك؟ تمام. هو مارسيل كولر انا طبعا الداتا اللي كانت متاحه بالنسبه لي هي كانت فترته مع بازل السويسري. تمام. راجل بيعتمد على طريقه من خلال رؤيتي يعني للفتره بتاعته كان بيعتمد على 4 2 3 1 الكلاسيكيه العاديه ما فيهاش اي تعديل. فكره صنع لعب مركز 10 ومهاجم 9 صريح كلاسيكي وجناحين مقلوبين اللي هو الناحيه اليمين يبقى جناح برجله القويه جوه الملعب والناحيه الثانيه جناح في الشمال رجله جوه الملعب. الشكل اللي كان بيلعب بيه. شكل الفريق بيبقى عامل ازاي؟ هو مش مدرب ايديولوجي. يعني هو مش متطرف لفكره، يعني لا هو تقدر تقول ان هو بيلعب استحواذ طول الوقت ولا هو مدرب بيلعب على التحولات طول الوقت ولا دفاعي طول الوقت. لا، هو الظروف بتفرض عليه انا هعمل ايه؟ حسب مجريات الماتش. بالظبط، وحسب مجريات المنافس، وده هيفرق معايا في بطوله واحده هي بطوله دوري الابطال. تمام. بطوله دوري الابطال او في النوك اوت عموما هو الراجل ده كويس جدا. الراجل ده وصل مع بازل في دور الثمانيه في الدوري الاوروبي، وصل لنهائي الكاس سويسرا وكمان خد الكاس السنه اللي قبلها. فهو عارف النوك اوت، يعرف يتعامل معاه ازاي لانه زي ما قلت لك كده هو بيعرف يتعامل مع الماتش. وده حلو بالنسبه لي، ولكن في حته الاختراقات والفرق اللي بتتكتل لا، هو الراجل عنده ميزه في الحته دي انه سيف، يعني بمعنى ان هو لو عايز حاجه تتعمل لا كثافه. يعني شفت مثلا لما كان بيعتمد على العرضيات انت كنت تلاقي على الاقل 3 لعيبه موجوده في ال 18 بحيث ان تلاقي اكتر من حد يستقبل العرضيات دي. فالعمق بيكون عنده اكتر من حد بيلعب تمريرات في العمق. فهو الراجل عنده ميزه زي ما قلت لك ان هو متنوع، يعني واقعي لغه درجة ان هو واقعي بيعرف يتعامل مع الموقف كويس. حته ان هو في فتره اعداد دلوقتي وفي يعني مساحه شويه يعرف من خلالها اللاعبين وثلاث ماتشات وديه وكلام من ده، دي حاجه ايجابيه بالنسبه له عكس مثلا ما يجي على مباريات رسميه على طول وصعبه. دي الحته اللي كنت اتطرق ليها وفكره الميزات اللي ما حدش يعني خدها قبل كده. فكره ان انت تعمل معسكر اعداد وفي فاصل زمن ما بين موسم واللعيبه واخد راحتها سلبيه واللي راح مصيف واللي قاعد مع اسرته بما يكفي بالبلد كده اللعيبه جايه لك فريش ليج وانت لسه بتاهلها وكمان معاك 45 يوم تقدر تعمل فيهم اللي انت عايزه. وكمان في ميزه مهمه جدا ان انت هتبدا الموسم برده تدريجي، بمعنى ان انت هتبدا دوري تمام اول 10 اسابيع عندك رفاهيه ان انت تفقد تعادل ممكن تخسر ماتش، ده طبيعي وده وارد اكيد. وكمان عندك كاس العالم تقدر كمان في الفتره دي تعمل معسكر ده لو ما تلعبش الدوري وقت كاس العالم بعد الخطاب اللي بعته اتحاد الكره للفيفا. اخر سؤال سريعا يا شناوي، تتوقع ايه من برونو سافي وشادي حسين وميسي في او بالتحديد مصطفى سعد في الموسم الجديد مع النادي الاهلي؟ تتوقع ايه بعد ما تم التعاقد معاه بشكل سريع؟ هو برونو سافيو لاعب طبعا برازيلي وكفايه ان هي الجنسيه بتاعته بتوصف حالته، لعيب بيتميز بالمهاره الفرديه وبيلعب في اكتر من مكان. يمكن في الفتره اللي كان بيلعبها في بوليفار البوليفي هو كان بيلعب مهاجم تاني، ما كانش بيلعب جناح خالص. هو مهاجم او لاعب كبير عنده مزايا كتير نقدر نستفيد منها. كمان عندنا شادي حسين لا مهاجم كويس وجناح كويس. يمكن شادي عنده حته تقدر تستغله فيها ان هو يلعب 9 بس 9 يبقى شبه يعني تقدر تقول عليه ان هو صانع لعب اكتر من ان هو بيستلم لعب. فكره ان ينزل يستلم كوره وشاف الناس اللي حواليه هو بيعملها كويس جدا وبيعملها يعني بشكل مميز. مصطفى ميسي عشان اكون صريح احنا ما تعاقدناش مع مصطفى ميسي عشان يجي يشيل الفريق، احنا جايبين مصطفى ميسي لبكره، جايين الراجل خبرات النادي الاهلي ياخد على ضغوط الجماهير والضغوط النفسيه والتنافسيه بتاع النادي الاهلي بحيث ان انا كمان سنتين ثلاثه يبقى احد لعيب الاهلي اللي هم بيشيلوا الفريق. هو الولد كان
امكانيات خام، لا هو ما شاء الله عليه حاجه محترمه جدا ولعيب كبير جدا، واتوقع ليه ان هو يكون حاجه محترمه مع كمان اللعيبه الشباب المميزين زي زياد طارق، زي ان شاء الله نصير، ميدو نبيل. باذن الله ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. يا حماده انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ويعني استمتعنا بوجودك معانا. حبيبي والله يا امير انا بشكرك والله على الظهور، وان شاء الله اكتر من كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك حماده، حماده الشناوي محلل الاداء، وبصراحه واحد من الاكتشافات التحليليه، نتمنى له التوفيق دايما وان شاء الله يكون موجود معانا في فترات اخرى قادمه، واتكلمنا في جزئيات كتير جدا مهمه. اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل.